أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: توفي والدي وقد أوصى بثلث تركته في أعمال البر، وقد وكل أخي على ذلك، ثم توفي أخي بعد فترة ولم ينفذ ذلك، وقد ذكر والدي رحمه الله في وصيته أن يتولى الثلث الصالح من ذريته. السؤال: هل أنا ملزم شرعا بتنفيذ ذلك الثلث، أم أن الأمر اختياري، مع العلم أنه لم يبق من أبنائه غيري ولديه أحفاد من إخوتي؟ ما دام لم يبق من ذرية غيرك وأنت فيك صلاحية للقيام بالوصية، يتعين عليك هذا، يتعين عليك أن تقوم بوصية والدك. نعم. ولو راجعت القاضي، راجعت المحكمة، يكون أحسن وأتم. نعم.